قاسمي ولد قاسمي هيبة وقار ماضي التاريخ للحاضر ثبات كل يوم في تطور وازدهار والعرب للذيد بالسبق عنا ارتقان في الشارقة من كل دار والنوادر للرموز ترشحت شارت الحاكم لها كل اعتبار حازت الشهرة وبالجود احتوت الشارقة شمس النهار والقبايل والمضامير التقال حضروا في الذيد البكار الخيار لي على الشامي. مشاهدينا ومتابعونا الأعزاء يتجدد التواصل والترحيب بكم من جديد مع انطلاقة ثامن الأشواط والتحديات لهذه الفترة الصباحية من مهرجان حاكم الشارقة في نسخته الثانية، يحفظه الله ويرعاه، والمقام هنا على أرضية ميدان الذيد والمخصص للزمول المهجنات الأصايل. ومسافتنا الحاضرة هي 6 كيلومترات، فأتمنى التوفيق والناموس والسلامة لجميع المشاركين. لأبدأ مع المركز الأول وقيادتي هذا التحدي ليحضر شاهين مطر بن مهير بن محمد بن خميس الاكتبي، ويقدم لنا شاهين على مستوى صدارتي هذا التحدي. اما ثانيا وصل ليتقدم في هذه اللحظات هذا برلين سعيد بن عبيد بن نهيل بن عبيد الخاطري حاضرا بشعاره ليقدم لنا برلين. وثالثا حضر من هناك مياس علي بن سالم بن خلفان الاكتبي، ورابعا لأتابع مداهم عبد العزيز بن عبد الرحمن بن الرحمه الشامسي حاضرا بن الرحمه مع مداهم مع رابع المراكز. لكن من تقدم من حضر ووصل في هذه اللحظات لينطلق ربدان سعيد بن معضد بن سعيد بن هويدن الاكتبي قادما مع ثاني المراكز في هذه اللحظات. لأعود وأتابع خامس المراكز حضر في هذه اللحظات، حضر يزن محفوظ بن خميس بن علي الجنيبي، وسادسا القدوم مع المرتجل سالم بن حمد بن سليم العويسي. اهالي السلطنة حاضرين وواصلين مع المرتجل. وثامنا لأتابع في هذه اللحظات الفائز الصغير بن سالم بن حميد الاكتبي، وتاسعا وصلكم مايهاب حمدان بن حمود بن ربيع بن مطر الاكتبي، وعاشرا لأختم نداؤنا الأول مع المحيط سعد بن حمد بن علي الجنيبي. هكذا هي النتيجة ونداؤنا الأول لرحلة الزمول المهجنات الأصايل من هنا من أرضية ميدان الذيد مع يوم الختام مسك الختام لهذا المهرجان. لأعود من جديد أعود مع شعار بن هويدن، لأعود إلى راعي الأرض والميدان مقدما لربدان على مستوى الصدارة والقيادة في هذه اللحظات. سعيد بن معبد بن سعيد بن هويدن الاكتبي يقدم هذا الاسم مع أول المراكز، لكن ثاني المراكز حضر بن الرحمة ليتواجد الشامسي ويقدم لنا مداهم عبد العزيز بن عبد الرحمن بن الرحمة الشامسي. وثالثا حضر
المرتجل حضر في هذه اللحظات يزن محفوظ بن خميس بن علي الجنيبي مقدما لنا شعار الجنيبي على مستوى ثالث المراكز ورابعا المرتجل القادم مع العويسي سالم بن حمد بن سليم العويسي، ولكن خامس المراكز هذا مياس الحاضر والواصل بشعار ابو سالم علي بن سالم بن خلفان الاكتبي وبرلين حضر الخاطري، وصل سعيد بن عبيد بن نهيل بن عبيد الخاطري، وحضر كذلك المحيط سعد بن حمد بن علي الجنيبي في هذه اللحظات ليتقدم وينطلق ضمن دائرة الصراع والتحدي في هذه الأثناء، لكن الحضور والوصول مع الشعار القادم ليقدم لنا البنتلي رامس بن محمد بن ضبيب العامري شعار ابو محمد، واصل وحاضر مع البنتلي في هذه اللحظات، لكن شاهين بدع بالتدخل مع تاسع المراكز مطر بن مهير بن محمد بن خميس الاكتبي، وعاشرا تيار يا تيار مع اول نداء لهذا الشعار يحضر علي بن سالم بن مصبح الاكتبي. هكذا هي النتيجة وجولة ندائنا الثاني للعشرة المراكز الحاضرة والباحثة عن الناموس وعن الانتصار، لكن العودة دائما وابدا مع المركز الاول ومع القيادة لهذا المسار، لا زال ربدان غائدا لهذا المسار، سعيد بن معضد بن سعيد بن هويد الاكتبي راعي الارض والميدان يقدم لنا شعارا طامحا بالانتصار وابقاء السلامات هنا على ارضية ميدان الديد. الله الله، لكن الوصول من قبل المرتجل بشعار العويسي سالم بن حمد بن سليم العويسي حضر مع ثاني المراكز، راح الكثير ما بقى الا القليل يا اهل الزمول، 2 كيلومتر هي الفاصلة عن خط النهاية، وحضر المحيط مع ثالث المراكز بشعار الجنيبي سعد بن حمد بن علي الجنيبي، لانتقل لرابع المراكز مع يزن محفوظ بن خميس بن علي الجنيبي، وخامسا مداهم بدأ يداهم المقدمة عبد العزيز بن عبد الرحمن بن الرحمة الشامسي، وسادسا حضر البنتلي رامس بن محمد بن ضبيب العامري. هكذا هو المسار لتحدينا الثامن حتى هذه اللحظات، والقيادة والتغيير في هذه الأثناء، من غير لينطلق هو المرتجل سالم بن حمد بن سليم العويسي أهالي السلطنة مع القيادة لأول المراكز، وثانيا المحيط يأتي بأمواجه العاتية مع ثاني المراكز سعد بن حمد بن علي الجنيبي، وثالث الربدان سعيد بن معضد بن هويدن الاكتبي، لكن العودة مع العويسي والقيادة لهذا التحدي مع لوحة الإعلان. الكيلو الأخير، الكيلو المثير يا ملاك ويا مضمرين، روح المرتجل، روح سالم بن حمد بن سليم العويسي، لكن المحيط تحرك تحرك ليغير المسار، سعد بن حمد بن علي الجنيبي ينطلق مع المركز الأول في هذه اللحظات، وثانيا العويسي حاضر مع المرتجل سالم بن حمد بن سليم العويسي، راح الكثير ولو حتى 600 كيلومتر الأخيرة يا أهل الزمول. الله 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 الله، روح المحيط
بهذا الحضور الكبير بشعار السيد سعد بن حمد بن علي الجنيبي مع الصدارة، ليبدأ بالانفراد، ليبدأ بالابتعاد، لكن البنتلي واصل وحاضر مع ابو محمد رامس بن محمد بن ضبيب العمري. روح العويسي او الجنيبي، روح الجنيبي مع المحيط، سعد بن حمد بن علي الجنيبي مع الانتصار لهذا التحدي وبهذا الحضور الكبير والانفراد. سلام سلام، تحية واحترام مع المحيط سعد بن حمد بن علي الجنيبي من ظفر بناموس هذا التحدي. ثانيا البنتلي رامس بن محمد بن الضيب العامري، وثالثا حضر في هذه اللحظات المرتجل سالم بن حمد بن سليم العويسي، ورابعا كان الحضور والوصول من كهرمان حمد بن الضيب بن علي العامري، وخامسا من حضر هو مليح علي بن سالم بن علي الاكتبي. اذا تهانينا والناموس الى شعار المحيط بشعار السيد سعد بن حمد بن علي الجنيبي من ظفر بالناموس والانتصار لهذا التحدي بهذا الحضور الكبير والعرض الرائع والجميل. ليحضر مع المركز الاول ويهدي شعار الجنيبي الناموس والانتصار. لأتابع معكم في هذه اللحظات التوقيت الزمني للحظة وصول المحيط قائدا وبطلا لهذا المسار سعد بن حمد بن علي الجنيبي بتوقيت وقدرة 9:41 32 جزءا من الثواني. اما ثاني المراكز من حضر ووصل كان شعار ابو محمد مع البنتلي رامس بن محمد بن ضبيب العامري، كان مع ثاني المراكز ولحظة وصول البنتلي الى خط النهاية بتوقيت وقدره 9:48 جزئين من الثواني. اما ثالث المراكز من حضر كان المرتجل سالم بن حمد بن سليم العويسي، ولحظة وصوله الى خط النهاية بتوقيت وقدره 9:49. واذا تهانينا والناموس لجميع الفائزين.